بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. فقرة الثلاث المميزة مع المميز دائما الناقد الكبير الناقد الرياضي عمر البنوبي، هنتكلم عليه أو معاه في ملفات كتيرة جدا أكيد تخص النادي الأهلي منتخبنا، وكمان أخبار عالمية كتيرة جدا. عمر بنرحب بيك، أهلا بيك. أهلا كابتن هاني، منورنا دايما. ده نور حضرتك ونور مشاهدي قناة الأهلي طبعا. بتشرفنا دايما عمر، بتكون فقرة مميزة والناس كتيرة جدا جدا بتستناها. النهاردة عندنا كذا ملف نتكلم عليه، أكيد هنبدأ بملف منتخبنا. منتخبنا كانت مرة النهاردة في بيترو سبورت، خد طيارة خاصة وطلع على نيروبي استعدادا طبعا لمباراة كينيا في طبعا التصفيات المؤهلة للكاميرون 21. طبعا يعني منتخب اختتم تدريباته فعلا النهاردة الصبح في نفس يوم السفر، ووصل نيروبي من تقريبا ساعة تقريبا. رحلة ما كانتش برضو سهلة، لكن الطيارة الخاصة بتهون الأمور شوية. اعتقد ان احنا قدامنا فرصه كويسه جدا لحسم التاهل، وان احنا نحسم تاهلنا لامم افريقيا، لانه يعني انا شايف انه كمان كان من العيب ان منتخب مصر يتعثر في بدايه التصفيات، وخصوصا انه بيلعب على ارضه ولعب مع منتخب زي جزر القمر مع كينيا. ان انت تخسر نقطتين مع كل منتخب منهم ما اعتقدش ان هي كانت يعني كانت بدايه مش موفقه قوي، لكن بعد كده اتصلحت النتائج ان انت قدرت تكسب توجو هنا وهناك. وفوت ظروف كانت صعبه جدا برضو، التوقف بتاع نوفمبر اللي فات ده يعني كان ظروفه صعبه بسبب الكورونا واصابات في اكتر من لاعب في مستوى كل المنتخبات الافريقيه وكل المنتخبات العالميه كمان. يعني فتره التوقف الدولي اللي فاتت ما كانتش سهله على كل المنتخبات، لكن في النهايه انت قدرت تبقى على قمه المجموعه بتاعتك، وعندك المباراه بتاعت كينيا تقدر تحسم منها ان شاء الله التاهل. يمكن المعنويات كانت مرتفعه في تدريب المنتخب اهو، مشاركه محمد صلاح والمحترفين. اعتقد انه احمد حجازي كمان هينضم على نيروبي على طول ان شاء الله من هيوصل بكره ان شاء الله. بالظبط، فاتمنى انه ان شاء الله نحسم المباراه، وانا شايف انه في مقدور منتخب مصر انه يحسمها. سعيد بفكره انه اخيرا محمد صلاح انضم للمعسكر بدون ما يكون في اي معوقات، ونتمنى ان كل اللعيبه كمان تكون في احسن حال، وانه ان شاء الله يعملوا مباراه تليق باسم منتخب مصر ومكانته الطبيعيه، انه من الطبيعي والبديهي ان هو يكون في امم افريقيا من بدري، وانه ان شاء الله يبقى موفق في البطوله وفي تصفيات كمان كاس عالم. صحيح، يمكن كمان الحاله المعنويه، شايفين صلاح ما شاء الله الحاله المعنويه جيده جدا، حاله محترفينا بشكل خاص كلهم بيأدوا بشكل اكتر من رائع، بالاخص طبعا النني. بنتكلم على صلاح رغم يعني تذبذب نتائج شويه ليفربول، لكن صلاح للشهر الثالث على التوالي في البريمير ليج بياخد لاعب الشهر، وزي ما شفنا في التدريبات الروح المعنوية عالية جدا، وزي ما انت قلت عمر يعني يعتبر الموضوع محسوم. لكن منتخب كينيا كمان المباراة هناك في ظروفها معينة، وعندهم اكيد كينيا عندها كمان طموحات. النهاردة أولونجو المهاجم الكيني بيقول لا احنا نازلين عشان نكسب منتخب مصر، ولسه عندنا امل وعندنا فرصة، وبالتالي المباراة على المستوى الفني بقى شايفها انت ازاي؟ لا انا شايف ان المباراة على المستوى الفني انه هي مباراة صعبة، لان انت رايح تلعبهم على ارضهم، هما برضو زي ما حضرتك قلت عندهم طموحات، عندهم مجموعه لعيبه فيهم عناصر كتير شابه، وعندهم كمان لعيبه بعض المحترفين مش كتير ومش بنفس طبعا مستوى لعيبه منتخب مصر بالتاكيد على المستوى الفني، ولا حتى لعيبتهم المحليين يقربوا من مستوى لعيبتنا حتى في الدوري ولعيبتنا اللي موجودين في نادي الاهلي والانديه الثانيه اللي موجوده في الدوري المحلي. لكن في النهايه ما بقاش في منتخب في افريقيا ضعيف، وانت تعثرت مره بالتعادل قدام كينيا وقدام جزر القمر، وده بيقول لك ان انت لازم تركز على كل ماتش، انت تحسم تاخد ثلاث نقط بتوعك، تكسب المباراه سواء بره او جوه، علشان تدي برده دفعه معنويه لعيبتك. ده اولا، انت خلاص بتختتم التصفيات، باقي لك ماتشين جولتين، وبعد كده هيبقى عندك تصفيات كاس عالم، بعد كده عندك التحدي بتاع امم افريقيا في الكاميرون. اعتقد انه يعني قائمه منتخب كينيا مجموعه اللعيبه ما فيهاش تغيير كبير عن المباريات اللي فاتت، لكن هم برضو بيستعدوا بشكل جيد، عندهم حاله معنويه مرتفعه، بيفكروا في ان هم يعملوا مباراه كبيره قبل حتى ما يفكروا فكره ان هو هينتصر او حظوظه في التاهل، لكن بالنسبه له فرصه انه هيلعب منتخب مصر. بالظبط، يعني فرصه هيلعب منتخب فيه لعيبه قيمتها التسويقيه ممكن تكون اعلى من قيمه منتخب كينيا بالكامل تسويقيا في اوروبا وعلى مستوى الكره العالميه، وبالتالي فرصه كمان ان في ناس كتير بتتفرج على مباريات منتخب مصر عشان تتابع لعيبه المنتخب المصري، وخصوصا اللعيبه المحترفين بره واللعيبه اللي موجودين في نادي الاهلي والانديه الكبيره. فبالتالي انا شايف انه لا، مباراه مش هتكون سهله، ما ينفعش تتعامل مع مباراه على انها سهله. صحيح، وخصوصا لما اكون انا مع منتخب مصر اللي بقاله فتره النتائج مش احسن حاجه، ان انا يعني ما قدرتش احقق طموحات الجماهير الفترات اللي فاتت، فبالتالي انا محتاج ان انا لا اقدم عرض كويس وان انا اكسب. واعتقد
كل الظروف يعني دلوقتي مؤهله انك تقدم مباراه جيده على المستوى الفني على المستوى المعنوي. زي ما انت قلت برضو عمر في الفترات الاولى اول مباراتين كان الكابتن حسام البدري كان بيشتكي من عدم وجود معسكر طويل اللعيبه على المستوى البدني والفني بسبب طبعا ظروف كورونا مش موجودين. ده اتغير 180 درجه دلوقتي، كل اللعيبه حتى على مستوى الدوري اللعيبه محترفين محليا يعني مستواهم عالي جدا. وقفت عند اسم معين عمر بالنسبه للقائمه، ولا بالنسبه لك الامور كانت يعني مش انتقاد للقائمه لكن هل في اسم وقفت عنده؟ لا يعني انا في شايف في بعض اللاعبين ممكن كانوا بعيد حتى في انديتهم، يا محمد فاروق مثلا هو لعيب جيد لكن في النهايه ما كانش مشارك بشكل قوي طول الفترات اللي فاتت. فانا دايما بفضل اللاعب الجاهز، يعني ممكن دايما الجهاز الفني لمنتخب مصر له الحق في الاختيار وله الحق انه يدافع عن اختياراته كمان وان هو اللي هيتحاسب في الاخر. لكن في النهايه في حاجات بتبقى غريبه شويه، يعني مثلا لعيب زي محمد فاروق اعتقد انه كان بعيد شويه الفتره اللي فاتت، وبالتالي المفروض المدرب بيفضل اللاعب الجاهز. ممكن يكون المدرب في حساباته حاجات تانية زي فكره يقول انه ده من القوام اللي انا كنت مختاره من الاول وببقى حاطط اختيار اول وتاني وتالت، فممكن فاروق كان منهم فانا ضميته. بس يعني دايما انا بفتكر انت بتقول مقوله كده دايما بالنسبه لاختيارات قائمه المنتخب ان افضل اللاعبين في الفتره اللي بيتم فيها الاختيار، مش على مستوى يمكن قبليها او حتى على مستوى التكهن انه هيكون كويس يعني او تاريخه مع المنتخب. صحيح. يعني انا بالنسبه لي الفكره كلها انا هختار اللي هيكسبني. كل المنتخبات في العالم بتعمل كده، كل المدربين في العالم هو بيشوف اخر فتره قبل المعسكر فيها ايه، بيستبعد الاصابات. ده بالتاكيد لما لو قدر الله في لعيبه عندها اصابات بيبتدي يشوف البدايل بتاعتهم، لكن الاولويه للي جاهز في الملعب اللي رجله في الملعب. خبراته الدوليه ممكن يكون في لعيب كان بيلعب منتخب فترات طويله لكن مش جاهز، فما اقدرش اقول اصله عشان خبراته فانا هاخده. طب ما انا ليه ما اخدش اللعيب الجاهز؟ وبعدين امال انا هطلع لعيبه ازاي لمنتخب مصر؟ صحيح. يعني انا مثلا لو رجعنا شويه مش بعيد، يعني كابتن جوهري كان لما كان موجود الله يرحمه في قياده منتخب مصر كان ممكن توصل بيه انه لو لعيب حاسس انه مش جاهز بياخده يمرنه لوحده وبيتابعه لوحده وبيحاول ياهله انه يكون موجود علشان يقدر يؤدي دوره وسط المجموعه. لكن انا ممكن بتابع كل مباريات الدوري، لكن في بعض الاختيارات يعني مش عايز برضه اظلم محمد فاروق في النهايه موجود في منتخب مصر لهم كل الدعم كل اللعيبه اللي موجوده، لكن كنت اتمنى ان دايما يبقى الاختيارات للعيبه اللي رجلها في الملعب واللعيبه اللي بتقدم اعلى مستوى في الفتره اللي قبل المعسكر على طول. صحيح. طيب بعض المخاوف شويه يمكن على السوشيال ميديا في خلال الساعات الاخيره ان سفر ايمن اشرف، رغم ان اصابه ايمن اشرف بخشونه في الركبه، وانت عارف كمان موضوع الخشونه في الركبه ده بيكون صعب شويه. رايك ايه في الموضوع ده، ان تمسك الكابتن حسام البدري بسفر ايمن اشرف رغم وجود اصابه في الركبه لايمن اشرف؟ يعني العتاب على كابتن حسام البدري في موقف زي ده يبقى زياده شويه، لانه كابتن حسام البدري كان مدير فني للنادي الاهلي قبل كده ويعلم تماما مدى صعوبه الضغط المباريات اللي عند النادي الاهلي طول الوقت في كل سنه، وهو اشتغل مع النادي الاهلي فترات مش قليله وبالتالي هو عارف ده. نقطه ثانيه انه ما ينفعش برضو ان انا اقول لا ايمن يسافر معايا وانا عندي لعيبه اتقال انها مصابه انت حتى ما وقعتش كشف طبي عليهم. يعني في لعيبه كان المفروض هتستدعى للمنتخب اتقال انهم مصابين، نتمنى لهم الشفاء طبعا، لكن انت المفروض كدورك انت لازم تجيبهم كجهاز فني منتخب، هتجيب اللعيب هتوقع عليه الكشف الطبي، لعيب مصاب هتسيبه يرجع ناديه ويكمل برنامجه العلاجي. انا دلوقتي عندي ايمن اشرف مصاب والموضوع ده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمنتخب مصر كمان لفايده منتخب مصر الفنيه حساس جدا، ان انت عندك ايمن اشرف من العناصر الاساسيه ومن العناصر اللي انا عارف ان كابتن حسام البدري بيقدرهم جدا على المستوى الفني، وهو من اللعيبه اللي دايما كابتن حسام البدري بيشيل بيها وبيختارها وبتلعب اساسي. ما ينفعش ان انا اغامر بيه ولا ينفع ان انا حتى اجهده في السفر. انا ليه اجهده في السفر وانا عارف انه ممكن ما يلعبش؟ يعني انت من رايك كمان ما كانش يسافر؟ لا يعني ما كانش يسافر، هو كان يعني الجهاز الطبي، يعني انا هنقل لك الصوره، الجهاز الطبي في المنتخب قال ايه، وان الكابتن حسام قال طبعا لو ايمن عنده اصابه اكيد مش هيشارك. الجهاز الطبي بيقول بيأهله لمباراه جزر القمر، ده اللي اتقال. ان طبعا انت زي ما انت بتقول المشكله ان في بعض العناصر اللي كان ممكن يتم اختيارهم جالهم ما اعرفش خبر بقى من النادي ولا كان في تواصل مع الدكتور ان هو مصاب وبالتالي ما راحش المنتخب. دي جزئيه لازم نتكلم فيها، ان لازم اللاعب يروح للمنتخب بيعمل عليه كشف طبي
دكتور منتخب يعمل عليه كشف طبي بيقول لا ده مش جاهز يرجع تاني النادي لحين طبعا استدعاء في الفتره اللي فاتت. ده ما تمش مع ايمن اشرف. ايمن اشرف دلوقتي عنده قرحه في الركبه، وانت عارف اصابه القرحه في الركبه بتحتاج لمعالجه خاصه جدا جدا، محتاج راحه كمان، راحه محتاج اجهاد. خلي بالك هي اصلا يعني دايما الدكتور يقول اللي عنده قرحه لازم تاخد فتره راحه. ايمن بالزبط. بيشارك بفترات متتاليه مع النادي الاهلي على جميع المسابقات، وبالتالي كان علامه استفهام سفر ايمن اشرف مع منتخب مصر. انا كنت اتمنى ان يتم الحفاظ على ايمن اشرف وما تبقاش في مغامره حتى بسفره، يعني كان حتى لو هيتم تجهيزه لمباراه جزر القمر كان ممكن يرجع يتمرن مع نادي، كان ممكن يكمل تدريب لوحده منفرد هنا ما فيهاش مشكله، لكن ان انا اجهده في السفر وبرده سفر ما زال في، يعني انا اتمنى ان كل اللعيبه تبقى في حاله جيده صحيا وبعيدا عن فيروس كورونا والكلام ده كله، لكن انا كنت شايف انه يعني زي ما انت ما وقعتش كشف طبي اصلا على بعض اللاعبين اللي اتقال انهم مصابين ومن انديه ثانيه، انت كان المفروض طالما وقعت الكشف الطبي على ايمن اشرف ومصاب باصابه سخيفه، يعني اصابه الركبه بالذات وست خشونه في الركبه دي بتحتاج راحه وبتحتاج تعامل خاص وبتحتاج نوع من انواع الاهتمام الزياده شويه، فانا شايف انه ما كانش يسافر. ده اولا. ثانيا العتاب على كابتن حسام البدري، انه كابتن حسام حضرتك كنت مدير فني نادي الاهلي قبل كده، حاليا موجود مدير فني لمنتخب مصر، حريصين طبعا على مصلحه المنتخب وكل شيء، لكن في النهايه انا ما ينفعش اغامر بلعيب ان انا ممكن اخسره فتره اطول من كده. ومباراه اعتقد مش مصيريه، يعني يعني انا باعتقادي كمان دي مش مباراه مصيريه، حتى لو مباراه مصيريه دايما اللعيب المصاب لازم الاولويه يريح. دي مباراه مش مصيريه، لكن تاني بنقول يعني انا من خلال يعني كمان اعرف الدكتور محمد ابو العلب بشكل كبير، تواجد معنا في الفترات اللي فاتت كمان ما اعتقدش هيسمح بتواجد ايمن اشرف، لان الصوره بتتنقل اولا من الجهاز الطبي للكابتن حسام البدري طبعا رئيس الجهاز الفني، وبنقل له الصوره كامله، وما اعتقدش كمان كابتن حسام ممكن يجازف بايمن اشرف ويلعب المباراه. يعني ده بالتاكيد. لا انا ما اعتقدش ان هو هيلعب المباراه، لانه اصابات الركبه تحديدا ما فيهاش هزار يا كابتن هاني ولا اي اصابه، انا شايف انه دايما لو في لعيب مصاب الاحسن انه ما يلعبش، حتى لو هو اتحمل على نفسه، لان ده غلط، احنا شفنا اللعيبه اتحملت على نفسها كتير الفترات اللي فاتت، ولما نزلت اتحملت على نفسها تعرضت لاصابات طويله، فاتمنى انه ده ما يحصلش مع ايمن اشرف، وان شاء الله منتخب مصر هيكسب، لكن ناخد بالنا من الحاجات دي لانه ما ينفعش اخسر لعيب لفتره طويله. صحيح. طيب هنروح من ملف المنتخب، كل التوفيق طبعا لمنتخبنا، وان شاء الله باذن الله يعني التاهل من هناك في كينيا باذن الله لاول المجموعه. نروح ملف النادي الاهلي وعوده للتدريبات، يمكن امبارح بعد يمكن راحه سلبيه لمده 5 أو 6 أيام كان متواجد اللعيبه النهارده في عدد كبير جدا حوالي 12 لعيب من قطاع الناشئين. طبعا في غياب يعني عندنا 13 لعيب على مستوى المنتخب الاول، منتخب الاولمبي مش متواجدين، فموسيماني كمان بيصعد بعض اللعيبه، واعتقد مش اول مره يعملها موسيماني، حتى في قدومه في الفترات الاولى كان دايما على علاقه وطيده جدا جدا بقطاع الناشئين. شايف الصوره دي ازاي؟ انا شايف انه خبر جميل جدا. انا لما شفت الخبر ده النهارده، فكره ان يكون عندك 12 لعيب ناشئ موجودين في مران الفريق الاول مع المدير الفني والجهاز الفني بتاع الفريق الاول، وبيكتسبوا خبرات من اللعيبه اللي حواليهم اللي موجودين دلوقتي مع الفريق، ده نهج ايجابي جدا، انه بيقول برضو ان موسيماني عينه على القطاع، شايف اللعيبه. الحاجات اللي زي دي يا كابتن هي اللي بتدي فرص للعيبه الصغيره. صحيح. ممكن يقعد طول الموسم بيأدي كويس مع الفريق الناشئين ويبقى متابع من الجهاز الفني للفريق الاول، لكن ما بتجيش فرصه ان هو يتمرن تحت ايد المدرب والجهاز الفني للفريق الاول. دي الفرصه دي جت النهارده، اللي احنا بنتكلم في عدد فرقه كامله 12 لعيب موجودين. صحيح. فبالتالي انا شايف انه من الاخبار الكويسه، وبتقول كمان ان الاهلي قطاع الناشئين دايما ناس تقعد تقول الاهلي بيجيب لعيبه جاهزه، الاهلي ما بيدورش في قطاع الناشئين، لا انا بشوف قطاع الناشئين بتاعي وبيوصلوا وبيتمرنوا مع الفريق الاول وبيكتسبوا خبرات، ومن الخبرات دي كمان بيبقوا مؤهلين بعد كده ان هم يدخلوا لو احتاجهم الجهاز الفني. كمان احنا بنشوف موسيماني طول الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك ذكرت بيدخل بعض العناصر في قائمه المباريات احيانا من اللعيبه الصغيره وبيديهم فرصه. انا شايف انه ده خبر ايجابي قوي، وشايف انه كمان مستقبل النادي الاهلي في مجموعه اللعيبه دي. مجموعه اللعيبه دي كمان، وخلينا نتكلم واتكلمت في النقطه دي قبل كده واخد رايك فيها، ان كمان على مستوى البوزيشن عندنا اولاد، عندنا 12 ولد النهارده او 12 لعيب من قطاع الناشئين متواجدين، لازم يكون كمان في سيلكت، يعني في لعيبه لازم كمان نركز عليها. بنتكلم مثلا في ولد اسمه احمد اشرف ده باك شمال،
واحنا عندنا شويه دلوقتي عندنا مشكله في باك الشمال شويه بعد طبعا اصابه علي ومحمود وحيد وايمن بيشارك في الـ في الـ في البوزيشن ده، فكمان يكون في رؤيه واضحه للبوزيشن اللي ممكن جدا من خلال الفتره صغيره، مش هنقول فتره طويله، لكن موسيماني والجهاز الفني يبدا يدعم الولد دوت ويكمل معاه، وممكن يعمل بعض المباريات الوديه اشراكه في مباريات الكاس، تاهيلا بقى ان احنا كمان بناهل باك شمال عندنا او باك يمين او لعيب مميز يعني. بالظبط، لا اعتقد انه القطاع الناشئين كمان الفتره اللي فاتت معمول فيه شغل هايل جدا، مجموعه مدربين الحقيقه على اعلى مستوى، نتائج كلها كويسه وكلها ايجابيه، بيحققوا يعني نتائج، اعتقد النادي الاهلي بيسيطر في كل المسابقات بتاعه الناشئين بنسبه كبيره جدا، فبالتالي الناتج بتاع القطاع ده هيكون مفيد للفريق قوي. انت عارف كمان يا عمر المفيد، بعيدا عن طبعا عن مسابقات الناشئين يمكن ونتائجها، بدا كمان جزء مهم جدا في قطاع الناشئين، بس روح الامل في اللعيبه الموجوده انهم قادرين او قريبين جدا من الوصول لهدفهم للفريق الاول، دي جزئيه. جزء تاني كمان على مستوى مدربي قطاع الناشئين، ان بدا كمان يخش في المنظومه ويبقى عنده موتيفيشن عاليه جدا بتواصل الجهاز الفريق الاول مع قطاع الناشئين، انه يبدا، لان كل مدرب في قطاع الناشئين نفسه ولد من ولاده كده يطلع ويمثل النادي الاهلي الفريق الاول، فتحس ان في انتعاش على مستوى الموتيفيشن على مستوى الطموح. ده كان في اعتقادي وانا كنت متواجد فترات في قطاع الناشئين، ده اتغير بنسبه 180 في الدرجه، بقى فيه امل للولاد ان هم لا احنا قريبين، احنا عربي بدر بيلعب، ده في ولاد طلعوا وحتى راحوا اعراض، فدوت كمان دفعه قويه جدا على النواحي المعنويه كمان لقطاع الناشئين. انا بالحقيقه يعني ببقى سعيد بالصوره دي، لانه دايما المواقف اللي زي دي فعلا بتطلع لعيبه بيبقوا بعد كده نجوم في الفريق الاول، بيكتسبوا الثقه، بيكتسبوا الشخصيه من اللعيبه اللي حواليهم، ابتدوا يحسوا ان هم فعلا قريبين من الفريق الاول وقريبين من انهم يحققوا حلمهم، واتمنى ان الفتره اللي جايه كمان يعني نشوف منهم ناس في المباريات ان شاء الله باذن الله. مش على المستوى الفني بس، كمان بنتكلم على المستوى الاداري، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يعني سفر سيد عبد الحفيظ امير توفيق ومعهم الكابتن خالد بيبو لاختيار تيشيرت النادي الاهلي في الموسم اللي جاي، ودخول كمان لاول مره قطاع الناشئين في المنظومه، يعني لازم يكون صوره الولد او اللي بيمثل النادي الاهلي في جميع المسابقات هي صوره تمثل كيان النادي الاهلي، ويبقى لبس اللعيبه الناشئين هو بالظبط هو لبس الفريق الاول. شفت برضو الجزئيه دي ازاي؟ لا يعني هي برضو من الاخبار اللي الواحد يحب يعلق عليها، لانه كمان ثلاث اسامي اللي مسافرين، ثلاث اسامي كل واحد فيهم بيأدي في مكانه بشكل محترم قوي، مفيش غلطه تقريبا. شوف كابتن سيد عبد الحفيظ في دوره كمدير كوره، كابتن امير توفيق في التعاقدات وعلى مستوى التسويق، الحقيقه عامل مجهود جبار، ويعني من برضو الناس اللي تستحق الاشاده. كابتن خالد بيبو من الاكتشافات، يعني من الكوادر اللي اكتشفها مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه في كل مكان بيكون موجود فيه بيستعين فيه النادي الاهلي خالد بيبو بيأدي بشكل رائع جدا. فكرة انه دلوقتي في عمله مع الاكاديميات، وانه هيكون متواجد في فكرة اختيار تيشيرت نادي الاهلي للموسم الجديد والفترة اللي جاية، وان الصورة تبقى واحدة من اول الناشئ الصغير اللي في الاكاديمية لحد لعيب الفريق الاول، اعتقد انه ده الطبيعي في النادي الاهلي، وفكرة انه الكوادر بتاعته بتسافر وبتختار وبتدي رأيها وبتتواصل مع مجلس الادارة علشان منظومة الكورة كلها بتشتغل على كل الملفات، ده يعني شيء محترم قوي، وبتمنى لهم كلهم التوفيق، وان نشوف ناتج ده كمان السنة الجاية يكون فيه انجازات اكبر كمان باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا قطاع الناشئين هو اللي يمكن شريان باذن الله السنوات اللي جاية للعيبة مميزة من ولاد النادي الاهلي على المستوى ان شاء الله المحلي، ومشوار النادي الاهلي على كل المشوار اذا كان المحلي او الافريقي كمان، هم اكيد هيكونوا متواجدين بشكل كبير في منتخبات مصر اذا كان منتخب شباب او منتخب اولمبي او حتى المنتخب الاول. طيب نروح لاوروبا؟ نروح لاوروبا بقى. اول حاجه في اوروبا، ويمكن كنت لسه بتكلم معاك قبل الهوا على كان في عيد ميلاد لوتا ماتيوس. طبعا لوتا ماتيوس اسطوره الكره الالمانيه والعالميه، كان الاحتفال بيه النهارده في المانيا ب هم عملوا له النهارده بالظبط، عملوا له حاجه لطيفه جدا، يمكن كان هانز فليك ورودي فولر و روزا يعني عملوا فيديو كده بيهنوا فيه لوثر ماتيوس بعيد ميلاده. بلدوك يعني هم بيقلدونا دلوقتي. يعني عايز اقول لحضرتك برضو هي الفكره كلها
مش انه عيد ميلاد لوثر ماتيوس بس، هي فكره الاهتمام باساطير الكوره في اوروبا وفي المانيا وفي الدول الاوروبيه كلها وعلى مستوى الانديه الكبيره وعلى مستوى الكيانات الكبيره رياضيا، هو ده اللي بيميزها وهو ده اللي بيديها الهويه، وده جزء من رسم صوره النادي وتصدير المواهب الكبيره اللي عملت كارير وبقوا اساطير في اللعبه للاجيال اللي جايه تشوفها. يعني احنا لما مثلا بنحتفل بعيد ميلاد كابتن محمود الخطيب، ذكرى ميلاد كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن طارق سليم الله يرحمه اساطير النادي، لما جينا في مناسبه عيد ميلاد كابتن هاني رمزي، مش الغرض ان احنا بنحتفل بس بكابتن هاني رمزي، احنا بنحتفل برمز من رموز الكره المصريه، زي ما هم في المانيا بيحتفلوا بعيد ميلاد لوثر ماتيوس ومدربين اكبر الانديه في الدوري الالماني بتحتفل بيه من اللي زملوه في الملعب او وجهوه. احنا عملنا ده في قناه الاهلي كتير مش مره واحده، يعني بنشوف الفيديو اللي عملته بونزليجا، ده هانز فليك بيتكلم وبيهني ماتيوس بعيد ميلاده. هنا القيمه انه انا ده روزا كمان اهو في مونشن جلادباخ، و تشابي الونسو هيمسك مكانه للاسف خلاص اخر يعني خلاص هو اخر ايامه فعلا. رودي فولر طبعا، ويعني الحقيقه القيمه هنا في اللي انا عايز اوصله، انه لما يكون عندك اسطوره لابد انه يكون التعامل معاها انك تستفيد منها للاجيال اللي جايه، ان هم يشوفوا مثل اعلى، ان هم يشوفوا نجوم كبار في النادي وفي المنتخب الوطني، يكون الاهتمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني احنا بنعمل ده في النادي الاهلي، نتمنى ان احنا نشوفه كمان في منتخب مصر ونشوفه في الوسط الرياضي بتاعنا عموما بشكل كبير. على المستوى الرياضي طبعا النادي الاهلي بيقوم ده بشكل اكتر من رائع، ما بينساش ابدا اساطيره سواء في المركز الاعلامي سواء في قناه النادي صحيح. الاهلي في وسائل الاعلام الخاصه بالنادي الاهلي، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي مكان تاني. صحيح، احنا بنشوف اللي احنا بنعمله هنا برضو بنشوفه في اوروبا، واحنا بناخد منهم وهم بياخدوا مننا والافكار كتير، لكن صحيح. الفكره كلها ان انت تقدر تسوق الاساطير بتوعك علشان هم دول اللي جزء من تاريخك، وهم دول اللي اجتهدوا في الملعب طول الفترات اللي فاتت علشان تظهر الصوره دي للناس. تتمنى ده يحصل على مستوى خاصه اتحاد الكوره، يعني يكون بشكل احنا في سنه مئويه يا كابتن هاني بشكل افضل. انت احنا داخلين طبعا يعني احنا في سنه المئويه دلوقتي بالظبط، احنا في سنه المئويه ولابد ان يكون في، يعني انا اثق جدا في اداره اتحاد الكوره ان هي مش هتفوت المناسبه دي بدون ما يكون فيها نوع من انواع الاداره الحكيمه للمشهد، لانه مئويه اتحاد الكوره دي ده الكوره المصريه كلها. صحيح، يعني مش بس بقى نجوم منتخب مصر، لا انت عندك نجوم منتخب مصر واتحاد الكوره بتاريخه برؤسائه باعضائه بمواقفه بانجازات المنتخب بمراحل تطور الكوره في مصر، الحاجات دي كلها محتاجه ان يكون فيها نوع من انواع الكرياتيفيتي برضو او الابداع في ان انت تظهرها. مش هيجي لك فرصه احسن من المئويه اللي انت فيها دلوقتي. صحيح، وانت كمان من اهدافها طبعا بتكرم الاسطوره او النجم، وتبقى كمان بتدي مثل للاولاد اللي طالعين، انك عندك مثل حتى على مستوى خدمه البلد على مستوى المنتخب الوطني، لما بتبرز هؤلاء الاساطير وهؤلاء النجوم كمان الاولاد الصغيرين مثل يحتذى به وبيمشوا على نفس المسيره يعني. بالظبط. نروح على بطوله اوروبا، يمكن تصفيات بقى كاس العالم هناك في اوروبا. بالظبط، تصفيات مهمه جدا ومباريات كبيره جدا، يمكن هنبداها شويه مباراه فرنسا وكرواتيا واوكرانيا اسف. ولما نجيب سيره اوكرانيا اكيد بيجي نجم كبير زي شيفشينكو طبعا، من اساطير كره القدم، انا متهيألي على مستوى العالم، لكن كمدرب يقدر يحقق معاهم نجاحات على المستوى الدولي، وخاصه هيتصادم مع ديشامب في مباراه صعبه جدا. يمكن انا لما بسمع شيفتشينكو بيجي لي شيفتشينكو اللاعب بتاع نجم الميلان ودينامو. اول صوره بتجي لك الميلان ولا لا؟ دينامو كيف لما جاب 3 اهداف في برشلونه هناك في برشلونه في كامب نو، كانت يعني ما كررهاش الا مبابي بعدها ب 24 سنه تقريبا يعني. فدايما افتكر له المباراه دي. النقطه الاهم انه شيفتشينكو الحقيقه مسيرته التدريبيه جيده جدا مع منتخب اوكرانيا لحد دلوقتي، حتى في بعض المباريات الكبيره قدر يقدم مباريات قويه جدا. يعني ده تمرين منتخب اوكرانيا، والحقيقه شيفتشينكو لعب كمدير فني بقى 41 مباراه مع منتخب اوكرانيا، عمل 21 فوز وتعادل 9 مرات وخسر 11 مباراه بس، وده معدل جيد جدا لمدرب بيبتدي مع منتخب طموح. يعني هو برضو اوكرانيا ما فيهاش مواهب كتير قوي على مستوى الكوره، يعني مش هتجيب كل سنه لعيب زي شيفتشينكو، لكن كمدرب هو ممكن يفيد بقى بخبراته، لانه كمان اشتغل مساعد قبل كده في منتخب اوكرانيا وبعد كده بقى المدير الفني. فانا شايف انه النتائج بتاعته جيده، لكن هو اخر مباراه بالمناسبه لعبها مع فرنسا وديت غلب 7،
ودي كانت قريب، لكن اعتقد ان الودي غير الرسمي وان المنافسه على المستوى الرسمي هتكون مختلفه شويه، لكن المباراه دي هتكون مباراه حلوه. ديدي دي شامب عنده مجموعه لعيبه، يعني هو بيحتار في الاختيارات حتى وهو بيستبعد مثلا كريم بنزيما طول الوقت علشان المشاكل بتاعته هناك. كان في انتقادات كتيره جدا. طبعا انتقادات كتير، حتى زيدان ما حبش يدخل فيها بالظبط، يعني ما حبش ان لمس كده من بعيد بالزبط. وقال طبعا دي شامب كمان مدرب كبير وقادر على الاختيارات، لكن تالق بنزيما في الفترات الاخيره ويعتبر هداف الريال وبيأدي اداء اكتر من رائع، كان في علامه استفهام كبيره على عشان القضايا بتاعته، يعني هو الموضوع سياسي بحت بره الكوره يعني بالظبط. لكن ديشامب وزيدان عجبني السجال اللي كان بينهم كده، ده اتكلم كويس، وديشامب قال انا شايف انه زيدان عامل مسيره كبيره جدا ممكن يبقى المدرب بتاع منتخب فرنسا بعد كده. فهم الاثنين ردوا على بعض بطريقه حلوه قوي يا كابتن هاني. يعني انا بيعجبني شياكه المدربين الاجانب برده في التعامل، بالذات في الحاجات اللي زي دي بنشوفها مثلا مع هانز فليك ويوكيم لوف، نفس الحكايه تلاقي ديشامب وزيدان بيتكلموا بنفس الطريقه حتى على مستوى كده. كمان الشامبيونز ليج كان في مباراه ما بين لايبزيج وليفربول، كان في حوار اكتر من رائع حتى بالفيديو كول مع طبعا كلوب وناجزمان، حاجه رائعه جدا بالزبط. جدا بعيدا طبعا عن منافسات الكوره، بتلاقي فيه شياكه كده واحترام الاحترام للاخر. يعني دي حقيقه، يعني انا عجبتني حكايه دي شامبو زيدان بصراحه، يعني حاجه يتعلق عليها حلوه. طيب من المباريات كمان المهمه، يعني في مباراه طبعا ما بين منتخب اسبانيا واليونان، دي اول مباراه برضو انريكي، نروح لانريكي وفرصه بالنسبه له انه يحقق حاجه على المستوى. طبعا منتخب اسبانيا دائما وابدا بيقدم كوره جميله، منتخب اليونان انا دايما مسميه منتخب المفاجآت على مستوى الكره الاوروبيه بعد 2004 بالظبط. يعني بعد 2004 هو يعني مرتبط بالمفاجآت، بس المفاجآت اعتقد انتهت مع رحيل اوتو ريهاجل عن تدريب منتخب اليونان، لانه مر بمراحل صعبة شوية، استعان بالمدرسة الألمانية تاني مع مايكل سكيبا، وبعد كده مايكل سكيبا ما قدرش انه يكمل ولا يصعد كاس عالم، وبعد كده مشي مايكل سكيبا جابوا مدرب يوناني يعني من الكبار في السن شوية وما كملش. دلوقتي هم معاهم مدرب هولندي، مدرب اسمه جون فان سخيب. جون فان سخيب كان بيلعب في اياكس بالمناسبة، ودرب في اياكس فترة طويلة جدا، كان مساعد مارتن يول، كان مساعد كو ادريانسي، فهو عنده خبرات تدريبية جيدة وماشي كويس مع منتخب اليونان. الظروف خدمته طبعا مع منتخب اليونان ان هو بدا بمباريات سهله، فهو يعني لعب معاهم 14 ماتش كسب منهم 7، كسب نص الماتشات لحد دلوقتي، نسبه كويسه 50%. لكن مع منتخبات ضعيفه، مولدوفا، ارمينيا، يعني ما اعتقدش ان هي دي الاختبار الحقيقي. هنا اول اختبار حقيقي انه لعب منتخب اسبانيا، منتخب اسبانيا انريكي عامل مجموعه من اللعيبه الشباب، بيدي فرصه لبيدري دلوقتي من برشلونه، واعتقد انه كمان يعني هو عنده أريحية لأنه عنده الاختيارات كتير. والمرحلة اللي فاتت آخر شهر تقريبا في الدوري الأسباني كمان منافسة زادت شوية عن الأول، كان الأول أتلتيكو كان بعيد، واللي بعد كده ريال مدريد وبرشلونة، وكانت الدنيا صعبة، لكن دلوقتي كله بيتنافس وبالفرق بدأت تقرب من بعضها، بدأ في لعيبة كتير تظهر. لما ياخد لعيب عنده 18 سنة من برشلونة أعتقد أنه ده يحسب لإنريكي، أنه هو بيحاول يجدد برضه دماء المنتخب الأسباني، لكن هو أكيد هو المرشح للفوز في مباراة زي دي. اليونان معاها جورجيا كوسوفو واسبانيا والسويد، يعني برضو بالزبط. مجموعه صعبه قوي، صعبه جدا. يعني انت بتتكلم في السويد واسبانيا طبعا هم المرشحين، جورجيا كوسوفو هيبقوا بعيد قوي صحيح. لكن اعتقد انه اليونان صعب، لان اليونان صعب انها تعمل مفاجاه دلوقتي، لازم شويه ندخل في الماتشات الاول نشوف هيعملوا ايه مع السويد. هم ممكن يبقى عندهم 6 نقط شبه مضمونين مع كوسوفو ومع جورجيا بالزبط. لكن في قدام بقى السويد قدام اسبانيا اذا حصلت مفاجاه ممكن يبقى اليونان مرشح المفاجاه، بس ما اعتقدش ان الجيل اللي موجود دلوقتي من اللعيبه زي جيل 2004. لا جيل 2004 يعني ما كان استثناء بالظبط، ما تكررش طبعا. اوتو راجل كان عامل كان معاه بقى كاتسورانس وكان معاه كارجونس وكان لعيبه بتلعب في الانتر صحيح. وكانت لعيبه بتلعب في المانيا، كان عنده خريستياس اللي جاب جول الماتش النهائي، كان برده كان بيلعب في اياكس امستردام وقتها، بعد كده راح شالكا، يعني كانت مجموعه مختلفه تماما عن كواليتي اللي موجود دلوقتي. دايما في لما نجيب الخريطه بتاعت اوروبا كده دايما بلجيكا يعني عندها قماشه رائعه من اللاعبين، حظوظ بقى بلجيكا ايه كمان في التاهل يا عمر؟ لا بلجيكا اعتقد انه منتخب مستقر جدا المستوى الفني على المستوى الفني وعلى مستوى حتى ظهور المواهب اللي عنده. يمكن هو خسر هازارد بسبب اصابات هازارد، لكن عنده دي بروينا وعنده مجموعه لعيبه حتى في خط الدفاع اقوياء جدا. النقطة الأهم من كده إنه لو حضرتك تلاحظ يا كابتن هاني، بلجيكا بدأت بالجيل اللي لعب ضدكم ماتش ودي في بلجيكا وخسر،
من الجيل ده بدات كل شويه تتطور تتطور من 99 لحد النهارده، لما بداوا مع جورج لاتكنز ثم مشيوا بقى مع فيكاوترن ومع هنري فتره ومع فلومس ومع مجموعه مدربين قدروا ان هم يطلعوا اجيال وعندهم خطه شغالين عليها من سنين طويله. صحيح. تقريبا من سنه 2000 بيشتغلوا على الخطه دي كمان. فانا اعتقد انه بلجيكا ومع التصدر التصنيفي العالمي من فتره طويله وماشيين كويس جدا، بيحققوا نتائج ايجابيه، ماتشات بيعملوا ماتشات كبيره قوي، هذا تدريب منتخب بلجيكا، اعتقد ان هم لا مرشحين بشده ان هم يحسموا الصعود بدري بدري في المجموعه بتاعتهم. يعني لوكاكو. اعتقد ان هو بلجيكا معها ويلز ومعها تشيك ومعها بيلاروسيا ومعها استونيا، يعني عندها برضو الموضوع مش صعب، هو التشيك اللي هيبقى شويه بيبقى عندهم مواهب وبيطلعوا لعيبه بتلعب بقوه جدا على ارض الملعب، فهي ممكن اللي تبقى مرشحه مع بلجيكا للمنافسه. طب انا يعني هسالك سؤال كده بقى، هناخد من الصوره لوكاكو. لوكاكو يعني تالقه في السيريا اه مع الانتر، في انباء بتقول انه ممكن يروح المان سيتي او المان سيتي عينيها على لوكاكو، هل ممكن يكون انتقال في الصيف لوكاكو للمان سيتي، ولا انت شايف ان لوكاكو مستمر مع الانتر والمان سيتي مش محتاج، يعني مش محتاج راس حربه بقدرات لوكاكو؟ هو اعتقد ان مان سيتي او اي فريق في العالم هيحتاج لعيب زي لوكاكو، لكن المشكله ان ظروف انتر ميلان او ظروف الكره الايطاليه كلها دلوقتي بالمناسبه، في مثلا اكتر من نادي في ايطاليا في السيريا معروض للبيع، يعني سامبدوريا، جنوا، الانديه دي كلها بتدور على مستثمرين، انتر بيدور كمان انه يزود استثماراته، فاعتقد انه على حسب وضع انتر المالي السنه اللي جايه هو اللي هيحسم وقتها، وانا اعتقد انه الفتره اللي جايه لا ممكن لعيبه كتير تقعد في انتر لانه هياخد دوري، هيلعب دوري ابطال، مكون فريق رغم كويس. رغم خروج من الشامبيونز ليج؟ اه يعني بس السنه اللي جايه خلاص هو دلوقتي بطل، يعني شبه بقى حسم الدوري. حسم الدوري الايطالي ومعاه فريق قوي ومتجانس قوي، يعني لما تتفرج يا كابتن على انتر ميلان انا بتعب من اول دقيقه بيجيبوا جوان، دايما تلاقي يبدا الماتش الحكم يصفر لوكاكو جاب جول، طيب لو تارو معاه، لو تارو لوكاكو بيبدلوه مع بعض، حاجه مش طبيعيه. على المستوى الفني عندهم ثبات في المستوى السنه دي قوي جدا، اداء قوي، اهداف، بيتحرك كويس قوي. لوكاكو رغم التكوين الجسماني بتاعه القوي قوي لكن رهيب. سريع بشكل مبالغ فيه. صحيح. يعني حتى ولوكاكو عنده ميزه انه ممكن يلعب لك على الاطراف، وممكن يبقى في العمق، وممكن في الكرات الثابته يتصرف، وبيلعب عرضيات بشكل رائع جدا، بيصنع اهداف. ونشوف ده في المنتخب البلجيكي ساعات بيطلع على الطرف شويه وعنده حلول كتير. حلول كتير. فانا اعتقد انه هيكون هدف لاكبر الانديه خلال الفتره اللي جايه في الانتقالات، لكن اعتقد انه ممكن يكمل في الانتر السنه الجايه. طيب هنروح لظاهره، يعني لو اتكلم على ظاهره كره القدم دايما بتقول رونالدو وميسي، كمان بيخش ابراهيموفيتش كظاهره يمكن ظاهره مختلفه شويه، رجوعه بعد طبعا يعني اعتزاله من 5 سنين للعب الدولي، رجوعه كمان للمنتخب السويدي، انت شفته ازاي؟ انا شايف ان هو بيدور على هدف في كاس عالم، انه يصعد كاس عالم ويسجل هدف في كاس عالم، لانه ما سجلش في كاس العالم. اعتقد انه هو بيدور على دي، بيدور على انه يضيف رقم ناقص عنده في مشواره، لانه هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد، لعب ماتشات كتير، 112 ماتش تقريبا مع منتخب السويد. فكره ان هو بس بكى في المؤتمر الصحفي لما اتسال عن رد فعل ابنه والعائله على عودته لمنتخب السويد، الحقيقه هي صوره معبره قوي. يعني هو برضو ابراهيموفيتش الكاريزماتيك اللي دايما تصريحاته مثيره للجدل وعنده الغرور على اعلى درجه يعني، لكن فكره العوده للمنتخب وانه في رقم لسه ما حققوش، فهو عاوز يرضي غروره بتحقيق الرقم ده بانه يسجل في كاس العالم. كمان اعتقد ان ابراهيموفيتش بمسيرته والكارير بتاعه دلوقتي هو صعب انه ياخد قرار الاعتزال، واضح ان هو من المشهد ده هو مش عاوز يعتزل، هو عاوز يكمل. ولدرجه انه يرجع تاني منتخب وما عندوش مشكله بالزبط. بعد الاعتزال من 5 سنين انه يرجع تاني ويأدي، ولكن المدرب بصراحه يان اندرسون اتكلم وقال انه مش معنى ان انا اخدت ابراهيموفيتش ان هو ضامن مكانه اساسي في المنتخب. بس كان كمان في بعض الانتقادات، ابراهيموفيتش في فترات سابقه كان عنده بعض الانتقادات على مستوى الاداره الفنيه للمدير الفني، بالرغم عن كده اول ما راح كان في جلسه، يعني جلسه جمعتهم مع المدير الفني، وهو حتى ابراهيموفيتش قال احنا متفقين على الهدف، وقال بعض الجمل كده برضو عايز اخد رايك فيها ونطبقها برضو على رياكشن اللعيبه المحترفه وقراراتها. اسطوره كبيره زي ابراهيموفيتش لما اتسال على عمليه التجديد في الميلان قال انا لما هجدد في الميلان مش هجدد علشان اسمي، انا الاول لازم اثبت جدارتي في السيريا اه من خلال ادائي، وبالتالي عمليه التجديد هتكون محسومه.
ده قيمه كمان لعيب كبير، بالرغم ان احنا بنقول عليه يعني مغرور الى حد كبير، لكن ان هو يطلع بالتصريح ده ويقول تقييمي في الملعب هو اللي هيخليني اجدد مع الميلان، ده كمان شيء مميز يعني. هو ده الصح، لانه برضه احنا واجهنا ازمات زي دي هنا في مصر، ممكن يكون اللعيب مش قادر على العطاء او حان وقت الاعتزال وتعليق الحذاء، لكن بيبقى يعز عليه انه يطلع من الملعب وعاوز يجدد في النادي اللي هو فيه وبقيمه ماليه كبيره. لكن العنصر الزمن بيفرق، لما تحس ان انت كلاعب كوره انت اللي بتبقى بتقيم نفسك وعارف انت تقييمك في الملعب ايه وعارف انت قادر تأدي ولا لا، وعلى حسب ادائك هو اللي هيحسم انت المفروض تجدد ولا لا. وبالتالي ابراهيموفيتش بنفسه لما هو بيقول حاجه زي كده، زي برضه ما شفناه في المؤتمر الصحفي لما يطلع يقول ان انا تقييمي في الملعب هو اللي هيحسم تجديدي او استمراري مع الميلان، لانه هيبقى في سن ال 40 سنه. صحيح. فاعتقد انه ده يعني درس في الكوره برضه، يعني درس في الكوره، لانه اللعيب هيقيم نفسه والملعب هيقيمه. وده شفته كمان في الدوري الالماني، خاصه ان الالمان عندهم يعني عندهم تحديد الاعتزال بشكل كبير جدا، خاصة كمان على المستوى الدولي. يعني بعض اللعيبة، أنا باخد دايما مثال فيليب لام كان طبعا عنصر مهم جدا جدا في تاريخ الكرة الألمانية، كان مازال قوة ضاربة في البايرن، ولكن في وقت معين قال خلاص أنا هعتزل دولي. كذلك كلوزا طبعا الهداف التاريخي لكأس العالم، في فترة من الفترات كان متألق جدا مع روما وبيلعب بشكل كبير، لكن قال خلاص أنا على المستوى الدولي استوب. هل الثقافة ديت مش موجودة عند لاعبتنا؟ امتى ياخد القرار في الوقت المناسب ودايما عنده طموح ان هو يتواجد وبيحارب انه يكون متواجد؟ الثقافة دي ممكن تختلف في وقت من الاوقات يا عمر؟ هي لازم تختلف الفترة اللي جاية، لانه احنا في مرحلة كمان تغيير اجيال الفترة اللي جاية. يعني احنا شفنا بعد 2010 عندنا تغير جيل في المنتخب، والجيل اللي موجود دلوقتي ده هو نتاج للي حصل من بعد 2011 واولمبياد لندن. صحيح. وكاس عالم للشباب، وبعد كده محاوله للصعود لكاس العالم 2014 ولم تكلل بالنجاح، بعد كده محاوله تانية وصعد 2018. كل ده السنين دي بتصفي مجموعه لعيبه. مظبوط. اللي هيبطل واللي موجود والجديد واللي هيثبت جدارته في الملعب هو اللي هيكمل لحد ما وصلنا للقوام اللي موجود دلوقتي. وبالتالي اللعيب ما يستناش ان هو يتم استبعاده من المنتخب او يفشل في التجديد في فناديق، او ان هو يدور على تقدير في مكان تاني، او يحاول انه يدور طب انا هستفيد ماليا ازاي. في مرحله انت المفروض تستفيد فيها ماليا. بمناسبه منتخب اسبانيا، احنا شايفين راموس موجود في معسكر منتخب اسبانيا في الوقت الحالي. صحيح. راموس عنده طموح انه يبقى عميد لاعبي العالم، بالمناسبه عاوز ياخد الرقم من احمد حسن، وقرب منه اعتقد 7 ماتشات كمان هيعادل الرقم وهيتخطى الرقم ده. فراموس عنده كام سنه؟ راموس عنده 34 سنه، لكن اذا مش هيأدي مش هيبقى موجود، حتى لو هو عنده رقم شخصي وطموح شخصي وغيره وغيره. صحيح. لكن في النهايه هو تقييمه في الملعب هو اللي هيحسم. راموس شايف انه يقدر يأدي، انريكي شايف ان هو عنصر ممكن يكون موجود في المنتخب، وبالتالي خلاص هيكمل، لكن بعد كده ممكن يتم قرار اعتزال دولي، ممكن قبل ما يكمل مثلا يبقى عميد لاعب العالم، عادي جدا. الموضوع مش مرتبط بارقام ولا يعني مشاركات شرفيه، انت مرتبط بمصلحه منتخب ومصلحه. صحيح. فريق. اذا انت هتفيد المنتخب هتبقى موجود، لكن انت شايف انك مش هتفيد المنتخب ما تحاولش ان انت تقلل من تاريخك بعد كده. ما هو اللعيب اللي بيحاول انه يضغط على نفسه زياده، كلمه ابراهيموفيتش فعلا يعني اللي احنا بنناقشها دلوقتي دي هي كلمه عبقريه، انه انا طول ما تقييمي في الملعب كويس انا اروح منتخب واجدد في فريقي واطلب فلوس واعمل اللي انا عايزه، لكن وانس ان انا ما باديش وبطالب بحاجه انا بقلل من نفسي في الملعب وتاريخي اللي فات كله. وبرده قال من ضمن الكلام اللي قاله كان دعابه ما بين قوسين، وهو ما كانش بيضحك فيها، كان قال مع ان افضل لاعب في العالم لكن عليا ان اثبت دوت للميلان، واثبت الكلام ده كمان على مستوى المنتخب. يعني هو دمه خفيف في الحاجات دي قوي يعني، بصراحه بيحب هو يركز في كده انه افضل لعيب في العالم. دايما مره قالوا له مين افضل لعيب في العالم؟ قال لهم رونالدو، رونالدينيو، ميسي. قالوا له طب وانت؟ قال لهم لا انا ما بتقارنش بالناس دي اصلا. على مستوى صعب جدا. لكن طبعا عودته اعتقد عوده مهمه جدا كمان لمنتخب السويد. نروح لسريعا البرتغال، منتخب البرتغالي. هل بعض التقارير الاوروبيه بتقول هل مورينيو قريب في خلافة طبعا فرناندو سانتوس للقيادة الفنية للبرتغال، ولا انت شايف الامور بعيدة؟ هو فعلا انا قريت تقارير صحفية في انجلترا تحديدا ان ممكن مورينيو ما يجددش وما يكملش مع توتنهام، وانه عنده عرض شفهي من منتخب البرتغال، وانه يكون موجود مدير فني لمنتخب البرتغال. تصريحات فرناندو سانتوس كمان النهاردة بتقول انه في تركاية في الموضوع، انه سقف الطموح عالي قوي، انه الجمهور البرتغالي والاتحاد البرتغالي عاوز يكسب كاس العالم. فهو قال انا ما ينفعش اتعامل على ان انا احلم ان انا اكسب كاس عالم، وانا شايف ان البرتغال عندها عناصر قادره انها تنافس عليا بطوله،
لكن لازم اتعامل مع التصفيات ان انا ما صعدتش اصلا كاس العالم لحد دلوقتي. صحيح. ما اقدرش ان انا اقول ان انا في مجموعه سهله او بسيطه او ان انا اقدر اكسب كل المنتخبات دي، لكن انا في النهايه ما صعدتش كاس العالم لسه. لما اصعد ابتدي افكر بعد كده ارفع سقف الطموحات والاحلام، لكن مش هتتحقق الا بالعمل على ارض الملعب. فرناندو سانتوس اعتقد انه ادى وجاب القاب، جاب بطوله اوروبا ونافس في عامل نتائج جيده جدا، نافس جيد ونافس بمنتخب ما كانش كله صحيح. عصر قويه يعني، لكن اعتقد ان مورينيو ممكن يكون قريب فعلا قريب. طيب نروح من اوروبا سريعا لشمال افريقيا. كان في مشكله يعني جمال بالماضي، في مشكله مع رئيس الاتحاد مش هيجدد الملف ده، برضو الساده المشاهدين حابين يعرفوا تفاصيله. هو طبعا باختصار شديد خير الدين زاتش رئيس الاتحاد الجزائري قرر انه مش هيترشح تاني لرئاسه الاتحاد الجزائري، مش هياخد ولايه تانيه في رئاسه الاتحاد الجزائري. وده طبعا بعد هو حصل له نوع من الاحراج في انتخابات الاتحاد الافريقي، انه تم استبعاد ملفه في البدايه عشان عقوبات، وبعد كده رجع بالكاس رجعته محكمه المحكمه الرياضيه الدوليه، فهو قرر مش هيترشح تاني. ربطت الناس هناك ما بين انه خير الدين زاتشي مش هترشح تاني وانه جمال بالماضي هيكمل ولا لا، وبداوا يصدروا له ازمات بفكره انت ليه ما استدعيتش ديلور لمعسكر منتخب الجزائر، وبدا يبقى في خلاف في الاعلام الجزائري كمان، بالرغم ان جمال عامل نتاج يعني اكتر من رائعه، عامل منتخب يمكن طبعا بعد فوزه بكاس افريقيا في 2019 في مصر، وكان يعني عنده كمان نجوم كتيره جدا على مستوى المحترفين. منتخب ما تكررش من 90، من لما خدوا امم افريقيا 90 ولما كانوا بينافسوا واحنا صعدنا كاس عالم. فانا اعتقد انه جمال بالماضي هيكمل، لكن انا اكيد هيبقى في تغيير في الاتحاد الجزائري. خلاص خير الدين زاتشي مش هيبقى موجود، هيبقى في طرح اسماء جديده انها تترشح. فاعتقد ان الكره الجزائريه هتشوف يعني هتشهد هزه شويه من الناحيه الاداريه اداريا، لكن مش فنيا. جمال بالماضي هو اللي عليه الدور، هو ويعني عزيز بوراس، وده من العناصر المسيطره جدا جوه الاتحاد ومع المنتخب، ان هم يقفلوا على منتخب الجزائر وبعيدا عن المشاكل الاداريه الفتره اللي جايه، لانها فعليا ممكن تاثر على المستوى الفني. صحيح. اذا ما تمش فصل الاداره الفنيه للمنتخبات عن فكره انه في تغييرات اداريه في الاتحاد الجزائري، وده كان سبب واضح وكبير جدا في يعني بعد المنتخب الجزائري فترات طويله عن التتويج وعن الظهور بمستوى جيد. كان في تخبط واضح في الاداره او في اتحاد الكره الجزائري مع المديرين الفنيين. فنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب الجزائر، يعني منتخب شقيق، وطبعا نتمنى كل توفيق اكيد لمنتخبنا المصري ان شاء الله بقياده الكابتن حسام البدري وكمان الكابتن شوقي غريب. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. ضرورة كابتن هاني، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا عمر، وان شاء الله هنستناكم الثلاث اللي جاي باذن الله. دي كانت نهايه فقرتنا الحواريه، بعد الفاصل ان شاء الله معانا الكابتن الكبير عادل تعيني.